بين السماء والأرض يصدق الدعاء، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. في البرولوس آمال عريضة، آمال مشرقة، أرقام تتحدى الواقع والمستحيل. نحن نذهب بعيدا بعيدا لإنتاج 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، رقم لو تعلمون عظيم. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك حضرتك يا استاذ حمدي؟ انت لابسني الجوانتي ليه؟ دلوقتي انت في المحطه هنا احنا عندنا عماله شغاله. لازم نوفر لهم حاجه اسمها مهمات الوقايه الشخصيه. مهمات الوقايه الشخصيه عباره عن ايه؟ ان انا البسه هلم زي دي عشان هو ماشي حاجه تقع على دماغه ما تعورهوش. نظاره زي دي عشان هو شغال ما فيش حاجه تخش في عينيه. الجوانتي وده انواع برضه، مش كل الناس تلبس نفس الجلافز او بنسميه جوانتي. في جوانتي عشان يتعامل مع كيميكال، في جوانتي عشان يتعامل مع يعني في نوع للكيماويات. في نوع للكيماويات. وده النوع اللي هو اللي احنا متعودين عليه صارونا في المحطه، اللي هو الهيفي ديوتي شويه، اللي هو عشان الناس بتاعتنا مثلا واحد بيفتح بلف، واحد طلع على صور زي ده مثلا نفرض الصدى ده ما يعوروش كده بنحافظ عليه، حاجه ما تجيش في حاجه بتقطع. حد شغال صيانه بيبقى معاه معدات تقيله، خبط غزه مش عارف. وفي اعلى من كده؟ في اعلى من كده اللي هو عشان بتوع الكهرباء. بتوع الكهرباء. ده عشان يبقى في عزل حراري وكده، والاستاتيك اللي بتوع الكهرباء. يعني الشركه عندنا بتوفر جميع انواع الجلافزات حسب نوع الشغلانه انت هتقوم بيها. حسب نوع الشغلانه. وكمان الجزم برضو. الجزم دي سيفتي شوز، ده ده ستاندر معين. دي؟ دي سيفتي شوز اللي حضرتك لابسه. طبعا بيبقى في برضه في درجات، في بتاع الفني، الفني شويه برقبه. برقبه؟ عشان لو دخل في حته مثلا فيها عشان الشتاء ولا عشان صعوبه الموضوع؟ لا عشان الشتاء. تاني حاجه ممكن يخش في فيزل او اي حاجه زي كده، بيبقى فيها نسبه معينه من الليكويد، لازم احنا ايه نوفر له حمايه ايه منطقه دي شويه. تاني حاجه بقى اللي ايه الافرول طبعا اللي احنا بنلبسه، كل ده عشان تحمي البني ادم اللي موجود. البني ادم ده مسؤوليه الشركه هنا. احنا دايما عند شركه ترشيد بتقول سلامه الافراد، سلامه المعدات، سلامه السلامه البيئيه بقى الناس اللي حوالينا. على ذكر المعدات بقى انا واقف